وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك الكريم كراميل بتفاصيله وحركاته وتكاته، وعملنا لك قدرة قادر، وعملنا لك الكروب بريلي، وعملنا لك الترايفل بالجيلي، وعملنا لك كلام الفراولة جراتان، وعملنا لك الترايفل بالزبادي. اختاري واختاري في الأفكار اللي احنا عملناها لك كلها. قررنا مع بعض نعمل أول حاجة نعمل الإيه القالب بتاع السبانخ اللي حشيناه حشو سبانخ وحشو فراخ. تقدري تعملي حشو واحد أو حشوين زي ما احنا عملنا، وتبطني القالب بتاعك بزبدة وتحط الورق السبانخ عليه من كل حتة وتغطيه من فوق وتدخليه في حمام مية على درجة حرارة 150 لمدة ساعة. وبعد كده تعالى ما نشوف الصوص بتاعه. الصوص بتاعه عبارة عن زبدة، بصل، طماطم، صويا صوص، سكر. بص عامل ازاي السكر الصويا، واحدة واحدة كده مع بعض. ادي الصوص اللي احنا هنقدمه معاه جاهز كده زي ما انت شايف. وبعد كده يا عم ياسر، بعد كده عملنا الكوردون بلو، عملنا الكوردون بلو بتفاصيله وحركاته وتكاته. جبنا لحمه فليه او لحمه روزبيف، فردناها، تبيناها ملح وفلفل وبهار، اديناها مسترده، وبعد كده اديناها قطعه جبنه بتسيح، اديناها اي لحمه بارده طبقات، وقفلناها زي البقجه ودخلناها الثلاجه تسمغ، وبعد كده بطنتها في دقيق مبهر، نزلتها فرو بقسماط مبهر ودخلتها تتجمد تاني في الفريزر. معلقتين زيت ومعلقتين زبده، سويتها 6 دقايق على كل وش. في الاثناء دي تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 00 17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. يا ام ايمن يا غاليه، السلام عليكم. سبركات يا ام ايمن. نور يا باشا، ما شاء الله عليك والله. نهارك قشطه يا ام ايمن. سلامنا وتحياتنا للاستاذ عبد الزير اخويا. احلى تحيه للحاج وليكي كمان من برنامج اكلات وتكاتش في حسن. استاذ اشرف في استراليا. والحاج اشرف كمان في استراليا كمان احلى تحيه. وحبيبي الزملكاوي. واحمد في اسكندريه الزملكاوي الغالي. والحاجة دوسة بمناسبة عيد الأم. والحاجة دوسة كمان وبنتها في البحيرة طبعا بمناسبة عيد الأم. وبنتها أيوة، وكل الحبايب بتوع قناة الحياة. وإحنا كمان بنبعت لك ولكل أصدقائنا بنبعت لك أحلى تحية ليهم وليك. أنا عندي حرق لحمة. عايزة تعمليه إيه؟ عرق لحمة، أنا عايزة أعمل بتكات وشيف حسن. هتجيب العرق بتاعك، بصي أهو من عند الجزار، ما تشيليش من عليه الدهون اللي بيضة اللي بره، تفتحيه بس بسكينة صغيرة، تحط قرنفل وقرفة وحبوب فلفل أسود وشوية توم فيها، وتربطيه بالحبل كويس، وبعد كده بتحطي له ملح خشن وفلفل خشن، بتحطي صينية كبيرة على النار فيها معلقتين زيت ومعلقتين زبدة وتشوحيه فيها تاخد صدمة، بتجيبي صينية الفرن، بتحطي بصل وجزر وكرات وكرفس ورقلاور وحبان وملح وفلفل وشوية مية، وتحط العرق وتقفليه بالالومنيوم فويل وتدخليه الفرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. بعد نص ساعه بتشيلي الالومنيوم فويل وتسيبيه لمده ساعه. بعد كده بتحطي فيه خله بعد ساعه على 150، طلعت بكل سهوله يبقى استوى. تقطعيه وتقدميه مع الصوص زي ما انت عايزه يا ام ايمن. تعالى نعمل بقى ايه تشيكن على كيف. جبت صدر الفراخ وفتحته ساندوتش كده، بص قدامك اهو، ادي صدر الفراخ بتاعي وفتحته ساندوتش، واروح حط عليه كيس فوق وكيس تحت وافرده كده يا ياسر، افرده كده اهو بالايه من المبط بتاعي اهو قدامك اهو زي ما انت شايفه كده قدامك اهو. فردتيه تمام، اروح جايبه كده متبله ملح وفلفل وشويه بهار بتفاصيلك كده. الحشو بتاعه ايه يا حسن؟ تعالى اما نشوف الحشو بتاعه. هتحشيه ايه يا حسن؟ ادي زبده، احط له زبده طريه، احط له ثوم مهروس، احط له بشر ليمون، احط له عصير ليمون، احط له ملح وفلفل ابيض، وبعد كده اعمل ايه؟ انعمهم زي ما انت شايف كده قدامك. انعمهم، انعم الزبده مع الليمون وبشر الليمون والملح والفلفل قدامك اهو، ادخلهم مع بعض ينعموا مع بعض كده بالهاند بلندر او بايدك، نعميهم خالص كده اهو قدامك عشان هنبدا نلفهم برضو وندخلهم، بس هنعملهم اصابع عشان تقطعيه زي ما انت عايز. نعامي نعامي نعامي. وبعد كده بجيب كيس الكريمه بتاعي، نعميه وتاكدي ان هو ناعم ودخل فيه بشر الليمون وعصير الليمون والملح والفلفل الابيض تتبيله، ونعميه كويس. وبعد كده يا عروستنا قريش. ازيك يا استاذ حسن؟ صباح الفل يا عروستنا يا جميل. صباح الهنا والورد والسعاده. نهارك قشطه يا فندم. خليك، انت عامل ايه يا استاذ حسن؟ كله بون يا قريش. انت عامله انت ايه؟
الحمد لله زي العسل اهو. دايما يا حبيبتي زي الفل. خليك خليك. تحت امرك يا قريش. عايزه اسال كده طلب كده سؤال كده لمامتي وكده، يعني اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يخليك لنا. ماما اسمها ايه يا قريش؟ امي اسمها حكمه. اسمها ايه؟ حكمه. يا مدام حكمت، احلى تحيه من عروستنا الجميله قريش، بتقول لك كل سنه وانت طيبه من برنامج اكلات وتكاتشف حسن بمناسبه عيد الام، ويا كمان يا مدام حكمت احلى تحيه من الشيف حسن بكل تريكاته وحركاته ومناسبه عيد الام. تعالى ناخد الحشو حطيناه في كيس. تعالى كده اهو، بص يا عم ياسر، بص طلع الحشو يا تفاصيله يا حركاتك يا عم ياسر، وتروح جايبه الكيس بتاعك ده، بصي بقى لف كده فيلي اهو، دخلت اهو، بص دخلت عليه اهو، ولف لف 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 دي اهو، تروحي جايه عاملاها عليه كده تمام، وتروحي جايه مقفلاه كده كويس. وتعالى نعمل غيره، حطه كده عشان هندخله التلاجة. بجيب الكيس البلاستيك بتاعي برضو قدامك اهو، وبجيب الصدر بتاعي اللي انا فتحاه ساندوتش، وبحط عليه الكيس كده من فوق، وبالمبط برضو اهو بتصرف معاه، خطواتك كده كلها قدامك، واروح لفه كده يا عم ياسر، واتبله اهو شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار، واجيب الحشو بتاع الزبده بتاعته اهو قدامك اهو، واحده واحده اهو، تزودي تقللي انت اللي بتحطي تمام، وتروحي جايه مقفله كده. وبعد ما تقفلي كده كويس، تروحي شايله الكيس عشان تبرميه كده يا جمالك، وبعد ما برمتيه كده تمشيه كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، وتحطيه جنب صاحبه عشان هندخله يتعمل. اعمل لك الحته الثالثه بنفس التكنيك عشان تبقى توصل الرساله مره واثنين وثلاثه. خد يا حسن البوله دي يا حسن، شكرا. نفس الطريقه اهو، زي ما انت شايف كده قدامك اهو، تفاصيل اهو، واحدة واحدة كده، بص واحدة واحدة اهو، افرديه كويس، نص صدر ده يا حسن، نص صدر افرديه كويس عشان تعرفي تلفيه، فردتيه اهو، تروحي جاية اهو، بعد كده تبلي شوية ملح شوية ملح شوية فلفل شوية بهار تمام، وتجيب الزبده اللي واخده بشر ليمون وعصير ليمون وملح وفلفل، وتاخديها كده اهو، تعمليها زي ما انت شايف كده قدامك اهو بالحجم ده، وتقفلي كده اهو، وتدخلي ده كده الاول، وترفعي ده كده اهو قدامك اهو، وتروحي جايه حكماه كويس تاني، واجيب طبق عشان احطه وادخله الثلاجه يتجمد. على ما يدخله الثلاجه تتجمد، تعالى نعمل البطاطس الفريسك. البطاطس الفريسكه بتاعتي يا ياسر، قطعت البطاطس بالحجم ده، بص كده قدامك اهو بالحجم ده، ومشرشر كده اهو، يا جمال وديها ملح خشن، سيبها دلوقتي، اديها ملح خشن واسيبها فيه. تعالى نعمل العجينه. العجينه كوبايه دقيق، بص يا ياسر، كوبايه دقيق، نص معلقه بيكنج باودر، شويه ملح شوية فلفل شوية شطة، يبقى بيكنج باودر وملح وفلفل وشطة. بص العجينة هتنزل لها تلات ارباع كوباية مية، عشان هنعمل ايه في العجينة دي يا حسن؟ هنسقط فيها البطاطس دي اللي انا نقعتها في مية بملح خشن، هسيب البطاطس في العجينة دي 45 دقيقة قبل ايه؟ خدي بالك العجينة اهي، تسيبيها 45 دقيقة قبل ما تنزلها في الزيت. الدقيق عباره عن ايه؟ كوبايه دقيق، نص معلقه كبيره بيكنج باودر، شويه ملح شويه فلفل شويه شطه تمام، واروح واخده كده البطاطس مصفياها ومنزلاها في العجين كده يا ياسر. خدي بالك البطاطس اللي انا قشرتها سيبيها في العجين لمده نص ساعه 45 دقيقه على ما ارجع لها انا تاني. يا حاج احلام. اهلا يا شيف حسن. يا حاج احلام، يعني اعمل ايه يا شيف حسن؟ والله العظيم عايز اكلمك كل يوم، يعني مش معقول ابدا. ازيك يا شيف حسن؟ انت وحشانه يا حاج احلام. والله العظيم وحشنا وحشنا، والاستاذ ياسر ومحمد حسن وحبيبه قلبي بقى، بنتي بنتي
نانسي دي. ربنا يعني يكرمك يا حاجه، ربنا يكرمك. انت وحشانا، انت وحشانا والله يا حاج احلام. العظيم وحشنا جدا. كل سنه وانت طيبه يا غالي. كل سنه وانت طيب. بقول لك يا شيف حسن، اموري انا عايزه اسالك على مربه البتنجان، كنت انت عملتها قبل كده. ايوه ايوه صح كده، حاضر. وعايزه اعمل معايده لمين؟ عايد على مامة نانسي، وعايد كل سنه وانت طيبه ست الحبايب، عايد على مراتات ولادي يا شيف حسن. ربنا يخليهم لك ويخليك ليهم. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، هنار وهبه ونرمين. يعني الواجب هم اللي يعيدوا عليك. ما هم طيبين والله يا شيف حسن. ربنا يديم المعروف بينك وبينهم دايما يا حاجه احلام. والله طيبين وكويسين. مفيش ضرب تحت الحزام ولا اي حاجه؟ لا لا مفيش ضرب تحت الحزام ولا حاجه. يا شيف حسن انا بعمل كويس عشان يعاملوا ولادي كويس. يا ربنا يكرمك يا حاجه احلام. صح كده، صح كده، صح. صح. لان اللي بينزنق، اللي بينزنق بين الام والزوجه، اللي بينزنق الراجل. ايوه اللي بينزنق الراجل. ربنا يخليك يا حاج احلام. الله يخليك وربنا يطمنا عليك يا شيف حسن. امين يا ربنا يخليك. احنا اسفين. بس مربه البتنجان دي. حاضر 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 يا حاج احلام. وسلامي لحبيبتي. الله يخليك. تعالى اما ندخل بقى التشيكن على كيف، الفراخ بخلطه على كيف اللي هي زبده وبشر ليمون وعصير ليمون وملح وفلفل ابيض، بعد ما لفتها كده دخلها الفريزر تتجمد عشان اطلعها لك يا عم ياسر ونشوف هنعمل فيها ايه، وتشوف التفاصيل قدامك والحركات والتكات. بعد كده بعد ما اتلفت عندي اهي رول ومتجمده، اطلعها هنا اسيبها تحل. شلت من عليها البلاستيك. قدامك يا ياسر عندي الدقيق المبهر اللي انا عملته للكوردون بلو، قدامك اهي. ادي الفراخ بتاعت شيكن على كيف، الفراخ بحشو على كيف. ادي الدقيق المبهر اللي عملته للكوردون بلو، وادي الرو بتاعه، وادي البقسماط المبهر هستعملها هستعملها. تعالى نعمل العجينه. واحنا بنعمل العجينه بتاعت الطرت اللي هنعملها بالارنبيط والبروكلي يا عم اشرف. اهلا يا عمنا. صباح الفل يا عم اشرف. صباح العسل يا حبيب قلبي. نهارك قشطه يا عم اشرف. اخبارك يا حبيبي؟ كله بون والحمد لله يا حبيبي. انت تحت امرك يا عم اشرف. انا يبارك لنا فيك يا حركاتك يا تكاتك يا جماله يا جماله حاج اشرف. الله يخليك يا حبيبي. انا عايز اعمل معايده لزوجتي. تفضل يا عم اشرف اتفضل. عايز اعمل معايده لزوجتي هاني معالي عبد العزيز. اسمه ايه؟ والله كل سنه وهي طيبه. الحاج هانم. ربنا كده يا رب ما اشوفها دايما معايا ودايما منوره. يا حاج هانم احلى تحيه من الحاج، بيقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام، وربنا يخليكم لبعض ويديكم العمر الطويل انتوا الاثنين يا رب، ويحسن ما بينكم دايما على طول. تحت امرك يا حاج. ايه العجينه اللي هعملها للطرت؟ حطيت كوبايه دقيق، نص كوبايه زبده. بص قدامك التفاصيل اهو، واحط لها شويه ملح وشويه زعتر وشويه بابريكا، واعملها خليط رملي. بص اهو اسيبها كده خليط رملي. على ما اعمل خليط رملي اعمل لها حشوها واعمل لها الصوص. حشوها بحط ايه؟ بحط بصل شرايح قدامك اهو، وبحط له معلقه زبده، بوزعها كده في كل حته معلقه الزبده. بحط لها كوبايه بروكلي سلقاه وكوبايه ارنبيط سلقاه. ادي كوبايه البروكلي وادي كوبايه الارنبيط. ده الحشو بتاع الطرت ده، البروكلي والارنبيط تكوني سلقاه يا تفاصيله، ودخلوا كل ده مع بعض. وادي الطرت اللي احنا هنعجن، اللي احنا هنعمل فيها الصينيه بتاعه الطرت بتاعتي. بص قدامك اهو، يا الخليط الرمل الصينيه دي قدامك يا عم ياسر. الله ينور. اديه كوبايه الدقيق ونص كوبايه الزبده وشويه الملح وشويه الزعتر وشويه بابريكا، اعملوا خليط رملي. وعندي نص كميه الدقيق وميه هربطهم بيها، اريحها وافردها. ارجع هنا اهو للحشو بتاعي، الحشو بتاعي ادخلهم مع بعض كويس قوي. قدامك اهو شويه ملح وشويه فلفل يا حسن زي ما انت شايف كده قدامك اهو. تعمليه ارنبيط لوحده وتعمليه بروكلي لوحده زي ما انت عايزه، خطواتك كده كلها قدامك اهو يا جماله. وانت بتسويه كده، هات لي خله، شكرا. احط له شويه ملح وشويه فلفل اكتمال عمليه التذوق، شويه ملح وشويه فلفل يا دوبك ادبلهم. ما تنسيش ان انا مديه البروكلي لطشه في ميه سخنه بتغلي، والبروكلي بقى عندي خليط رملي. بص يا ياسر، الزبده دخلت مع الدقيق مع الملح مع الفلفل مع الزعتر مع البابريكا، انزل بالميه واحده واحده كده، وكون عيني عليها. عايز عجينه مسمغه عشان ادخلها تستوي 50% في الفرن يا جماله. اول ما العجينه تسمغ كده تعملي ستوب من الميه. قدامك اهو التفاصيل كلها قدامك، العجينه اهي، اخدميها زي ما انت شايف، اخدميها اخدميها
الحشو بيقول لك يا تفاصيله يا حركاته يا تكاته. وبعد كده يا عم حسن ده الحشو بتاع البروكلي والقرنبيط والبصل والزبده وشويه ملح وشويه فلفل. ده الحشو بتاع الطرط اللي انا هعمله لك دلوقتي. ابص على العجينه بتاعتي، محتاجه سنه ميه؟ اه محتاجه سنه ميه يا جمالك. واخدمي ارفع عليها، اخدميها على ما اعمل الخليط. تعالى بقى اظبط الايه للتشيكن على كيف. اخد الاصابع بتاع التشيكن على كيف كده يا ياسر، ادحرجها جوه دقيق. قدامك التفاصيل اهو، ادحرجها جوه دقيق، كل التفاصيل كده قدامك اهو. على ما ابص على العجينه بتاعتي والدقيق ده مبهر والبقسماط مبهر اللي انا عملت بيه ايه العجينه، اتخدمت عندي اهو. خد المكنه يا حسن، اخد العجينه بتاعتي عشان اريحها واحطها اهو في الطبق، واحط لها شويه دقيق واحطها في طبق واريحها لمده 10 دقائق يا جمالك اهو، واسيبها كده على ما ارجع لها. وادي الحشو بتاعي بقلبه كده يا ياسر اهو، زبده، بصل، بروكلي، ارنبيط، شويه ملح، شويه فلفل. ابص على الصاج اللي في الفرن يا ياسر، بص الصاج بيقول لك يا تفاصيله، بص وحركاته. اجيب خله واحطها جواها كده، بص الخله طالعه نظيفه اهو، طالعه نظيفه اهو. شوف التركات والحركات قدامك تعملي تيست ازاي. اهم حاجه تسيبيها تاخد درجه حراره المطبخ بعد ما تطلعيها، وبعد ما تاخد درجه حراره المطبخ دخليها التلاجه، تبدا ساعه كده وتبداي تعمليها. تعالى اما اعمل الطرط بتاعي نشوف هنعمل ايه. ادي الطرط بتاعي اهو، بديله دقيق عشان هسويه على 50% قبل ما احط له البشاميل بتاعي. واخد العجينه بتاعتي احط لها دقيق تحت ودقيق فوق وافردها. استاذه منال صباح الخير يا شيف حسن، يا امبراطور الحلويات والطبخ وكل حاجه. ربنا يخليك يا حاجه منال، انت عامله ايه اخبارك؟ حاجه مين يا رب حج يا شيف حسن ان شاء الله. انا وانت يا ست في ايه؟ انا وانت يا ست في ايه؟ انت زعلانه انا وانت يا رب كلنا. استني الكوسه رهيب، الخرشوف اللي بالبشاميل رهيبين. يعني انت مش عايزه تاخدي الحاجه السنه دي وتطلعي ان شاء الله؟ يا رب يا رب يا رب. الحاجه هتكلمك يا دهاني. صباح الخير يا شيف حسن. صباح الفل يا غاليه. صباح النور. الهانم زعلانه، انا بقول لها يا حاجه وحد يطول. بس اصل لسه بنوته. وحد يطول وحد يطول. اللهم امين يا رب، انا وانت وهي وجميع امتنا خلف. امين يا رب العالمين. عايزه ابعت اهداء يا شيف حسن. تحت امرك اتفضلي. عايزه ابعت لام ايمن كل سنه وهي طيبه، وابو ايمن طيب وربنا يديهم الصحه، والف شكر على الاهداء الجميل. وابعت لوالده الباشمهندس خالد، وابعت لاخواتي البنات الثلاثه هدى ومنال وناديه، والحريم اخواتي السته حريمهم كلك كل سنه وهم طيبين الكل يا رب. واحنا بنبعت لك والكل اللي انت قلت لهم احلى تحيه من حضرتك ومن برنامجنا اكلات وتكاتش في حاجه. ولوالدتك بالمره يا شيخ. الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحم الجميع. والوالده نانسي ووالده الاستاذ ياسر وجميع معدين البرنامج كلك كل سنه وهم طيبين. وهم طيبين جميعا يا هانم، وحضرتك طيبه وكل امهات مصر طيبه يا رب. الله يخليك الله يخليك. تحت امرك. الطرت بعد ما عملتها يا ياسر ادخلها الفرن 10 دقائق على درجه حرارتين. تعالى ياسر الاول نعمل ايه؟ بجيب اللي انا مسويها 10 دقائق وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خطواتك كده كلها قدامك اهو. ادي اللي انا مسويها 10 دقائق اهو. اروح عامله ايه يا ياسر؟ واخده الحشو ده كله حاطاه جواها. بص يا ياسر، واروح فرداها. واعمل ايه يا عم حسن؟ تعالى شوف كده التركات. اروح جايبه كزرول، لسه اروح جايبه كزرول، مديها معلقه ونص زبده، معلقه ونص دقيق عشان اعمل صوص. خد بالك من التفاصيل اهو. بعد ما استوت 10 دقايق يا ياسر، اديتها معلقه ونص زبده، شويه ملح، شويه فلفل، واقلبهم مع بعض كويس عشان اعمل الصوص. خطواتك كده كلها قدامك اهو.
يبقى الزبده الدقيق الملح والفلفل على النار كده، قلبي فيهم يعملوا رو عشان اعمل بشاميل. وزي ما انت شايف الطرت بتقول يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها، ادي الطرت اهو بعد ما استوت 10 دقايق. اوزع الحشو بتاعي القرنبيط وطبعا البروكلي والبصل، واروح مدياله رشه جبنه شيدر الاول كده جواه عشان ادلعه عشان ادخله يستوي. تشوف التفاصيل قدامك اهو. ارجع بقى لان اهو للايه؟ للزبده والدقيق والملح والفلفل. اهم حاجه تحوريهم كلهم يبقوا قطعه واحده كده زي ما انت شايفه، مع شويه الملح ومع شويه الفلفل. واول ما تحوريهم كده يا ياسر تدي لهم كوبايتين من اللبن. واحده 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 كده اهو، قلب 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 قلب. ده الصوص اللي احنا هنديه عليه وندخله الفرن على درجه حراره 180 25 دقيقه عشان نطلعه. وما تنسيش ان احنا هنديله ايه؟ هنديله كمان شويه جبنه شيدر من فوق او جبنه رومي اللي عندك. تعالى بقى كده اهو، شوف تعالى بقى بعد كده يا استاذه سالي. ايوه يا شيف. صباح الفل يا سالي. صباح النور عليك. تحت امرك يا عروستنا يا جميل. انا كنت عايزه بس اقول لماما كل سنه وهي طيبه. ماما اسمها ايه يا سالي؟ اسمها صدف. صدف؟ اه. يا استاذه صدف احلى تحيه من بنت حضرتك سالي، تقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. وبرنامج اكلات وتكات شيف حسن على قناه الحياه بيقول لك يا مدام صدف كل سنه وانت طيبه يا فندم. طلعت الترين بتاعي اللي هو القالب بتاع السبانخ عشان اجيب صاج واحط ده بعد ما يربط الصوص بتاعي. خطواتك كده كلها قدامك، اربط اربط، معلقه ونص من الزبده، شو معلقه ونص من الدقيق، شويه ملح، وادي قالب السبانخ بقول لك يا تفاصيله وحركاته يا تكاته طالع قدامك. صاج يا استاذه هند. صباح الفل يا استاذه هند. صباح الهند. نهارك قشطه يا عروسه، نهارك قشطه يا عروسه. يا هند انا عايز اقدم اهداء لام. اتفضلي يا هند، اتفضلي يا حبيبتي قولي اللي انت عايزاه. كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الحبايب. ماما اسمها ايه يا هند؟ هاله. يا مدام هاله احلى تحيه من بنتك هند، بتقول لك كل سنه وانت طيبه يا ست الحبايب. وبرنامج اكلات وتكات الشيف حسن بيقول لك يا مدام هاله كل سنه وانت طيبه، وربنا يخليكي لبنتك ويخليها ليك وتفرحي بيها ان شاء الله. تعالى بص اللبراي اللي احنا حطيناه عليه، وكمان ايه يا عم ياسر؟ شويه جبنه تاني شيدر من فوق او رومي او موتزاريلا. ودخل الفرن على درجه حراره 180 25 دقيقه. التركات والحركات لا ناسها، انتظروني.